مرحبا بكم عند ماما اي موا اون كويزين. ان شاء الله يعجبكم الروسيت. ما تنساوش تابوني وديروا النجم على القناه تاعنا. مساء الخير عليكم، شراكم لاباس؟ راكم بخير. اليوم جبنا لكم القلب اللوز ان شاء الله نديروه. وشنو لازم له بريباراسيون طويله شويه، مي بصح الريزلت ان شاء الله يكون شباب. عندنا اليوم نديرو لا سيمول خشينه، عندنا الدقيق الخشين، الدقيق الخشين عندنا 500 غرام، عندنا 200 غرام تاع السكر، 100 غرام تاع المارغرين دايبه ولا مارغرين دايبه. شوفوا ما ذوبتهاش كامل باش تبرد لي برك، باش ما حبيتهاش تكون سخونه. عندنا مارغرين دايبه 100 غرام، ولا نقسمو نص مارغرين ونص سمن، ولا تحبوا ديروها كامل سمن. عندنا هنايا فنجان تاع لاتاي تاع المزهر، 80 مليليتر تاع المزهر، مزهر. وعندنا تاني نسحقوا مغرفه تاني تاع المزهر. وهدايا هذا جوز، اللي تحب جوز اللي تحب اللوز غير شويه، شوفوا ماشي حاجه، تحب لوز تحب جوز اللي تحب ما دير والو ما دير والو. هذا انا واش ندير له، نرحيه بعد ما نديرش في الوسط، ندخله مع السميد. ومن بعد هادو بون الجوز والمزهر هذا خليهم لهم بعد ان شاء الله. دوزيام ايتاب، دركا واش نديرو؟ عندنا لا سيمول هادي، شوفوا كيفاش نوريكم باش تعرفوا كيفاش كيلو المول ديالكم. تحكموا هكذا لا سيمول، ديروها في المول، شوفوا المول اللي يجي عليها، لازم تجستيوها هكذا. يفو با يديباسي النص تاع لو مول، خاطش مع السكر ومع العسيله شربات وكاع ينطبخ هكذا. هكذا سكمو بيان، جستيوه بيان هكذايا في البول هكذا. هلا هكذا ونديرو هنا المسطره، لازم 1 سنتيمتر، ما ديباسيش 1 سنتيمتر. شوف ها 1 سنتيمتر بارتو، تسكموه 1 سنتيمتر هكذايا. وانا درت 500، وانتوما شوفوا ولا حبيتو كيلو الدقيق، لازم شوفوا باش تعرفوا القاعده. الدقيق 500 غرام، انا درت 200 غرام تاع السكر، صافي نحي 300 غرام توجور تاع الدقيق. وهذيك 200 غرام نقسمها نديرها للسكر اللي تقعد لي 200 غرام السكر. كيما نقولوا ديروا كيلو نحي 300 غرام، صافي شحال ديروا السكر؟ 700 غرام تاع السكر، ونص تاع 700 غرام ديروه ليدام. انا هنايا 200 غرام، نص تاعها 100 غرام، ندير ليدام وهي رايحه هكذا. تقسموها كامل حتى تعرفوا كيفاش ديروا، هي سهله حساباتك. ليسونسييل دقيق نحيو 300 غرام، ديروها سكر، نحيو من 500 غرام، نحيو 500 غرام، 500 غرام نحيو لها 300، شافي شحال تقعد لنا 200، هذيك 200 ديروها سكر. ماشي نحيو الحسابات، هي يعني حسبي. كي ديري 500 غرام راكي راح ديري 200 غرام تاع السكر، فوالا. و 200 غرام تاع السكر نقسموها ثاني على زوج تعطينا 100 غرام تاع ليدام. هذا هو القاعده هكذا. وهذا المزهر هدايا كيف كيف، من ليدام تنحي 100 غرام، تنحي له 20 غرام، 20 غرام وديري تكملي ليدام، خاطش هنايا 80 مليليتر، 80 مليليتر نحيو 20 غرام. وهي رايحه هكذا حتى تصيبوا، تحبوا ديروا كيلو زوج كيلو، نتوما واش عندكم سنيوه نصوصي. هذا حساب، كل حاجه فيها الحساب. هكذا نديروا سكر نخلطوه. انا السنيوه تاعي هذيك صغيره، ترفق 500 تاع لي تاع الدقيق. نديروا مكارين ومليح، وهذه كما نقولوا هذه الطريقه تقدروا ديروها في البيتران، ديروا هذيك لا فوي، ديروا لا فوي ودوروها دقيقه، بصح ما تستهلش سي با لاكا تجبدوا لا بيتران كامل. وهنايا نستعملوا مزهر مغرفه، الا درتو كيلو استعملوا زوج مغرف.
غير باش ندخلو كلش هنا بلا فاسي با تحت الدخله يدك حتى من بعد مازال في الزميطه هكذا ندخل مليح هكا او يبان جسبر فرقه ولا هكذا ندخل مليح كاع الحبات هذوك تاع الدقيق نشربوهم باليدين السكر كيف كيف راني فهمتكم هكذا تما كما قلت قبيله مملو كان يديروا كيلو ينقصوا 300 غرام ينقصوا هذيك 300 غرام صافي تقول لهم 700 غرام 700 غرام هذيك هي اللي يديروها سكر في الكيلو ماشي ماشي نحو كيلو تاع السمنه لا 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 السمنه برك هو حساب الحساب برك نحو في الميزان باش يستعملوه سكر باش يديروا لا غوسات برك كيلو تاع الدقيق نحيو منو نقص زعما كيلو كلو نقصو منو في راسنا ماشي نقصو الدقيق نقصو منو 300 غرام تقعد لنا 700 غرام هذيك 700 نديروها سكر 700 هذيك نقصوها نقسموها على زوج تعطينا شحال 3.5 هكذاك 3.5 تاع تاع ليدان 350 غرام تاع 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 مارغارين ولا سمن ولا كيما يحبوا الخال ميلونج ومن بعد هذيك 350 ينقصوا منها 80 اي ينقصوا منها 20 يديروها مسح يا حق الميزان هكذا بون هكذا حنايا كملنا هذه لا بروميير ايتاب باش نديروا له نغلقوه نحطوه هكذايا ونخليوه 12 ساعه لازم يريح 12 ساعه كي يريح 12 ساعه نعاودو نوليو ونكملو نديرو هذه لازم يبات فنجان تاع لاتاي تاع المزهر 80 مليليتر وندخلوا له هذا الجوز يكون ملح هذا ما كان هذا خلاص كملنا به بعد لنا غير هذا برك لازم يبات يبات 12 ساعه لازم يريح باش هذيك الحبات تنتفخ تاع الدقيق والسكر ثاني يذوب شويه انا نقول ان شاء الله بون دوكا جينا باش نديرو لا سيلا الشربات بلوتو اللي نسقيو بها القلب اللوز عندنا هنايا 500 غرام تاع السكر ربع حبه قارص ريتله تاع الماء نصف فنجان تاع ما زهر واش نديرو نحكمو شويه قيس هكداك نصف كاس تاع السكر نديرو هنايا تاع كاسرول ونديروه كراميل ما لازمش ماشي شرط حتى يذوب كامل السكر لازم تجي اون كولور برك تاع الكراميل ومن بعد كي نشوفوه ولا كراميل نكملو نديرو كامل السكر عليه ونزيدو ريتله تاع الماء ونديرو فوق النار يطيب غير نحسبو مع الاول يتسكر لكم هكذا كيجمد من بعد غير مع السخانه وكامل يدوب ما تقلقوش و جيت حنقول ونرمي الماء عليه ومن بعد هذيك غير يغلي غير الغليه الاولى نحسبوا له 10 مينوت ونطفيو عليه كي نطفيو عليه نزيدوا له هذا الفنجان تاع الماء زهر هذا يا نص فنجان تاع الماء زهر وخلاص اونتو لي كانتوما تقولوا لي كيفاش هذا يا الشربات تجي حمراء تجي حمراء علاه باش تجي لا كولور تاع القلب اللوز حتى لداخل ميتش الوسط ابيض يجي حمامر هكذاك شغل كراميليزي يجي شباب مع تحمروه مليح من الفوق وكامل يزيد يمد بنه خير اون تو لي كا ولا عجبكم ديروا هكذايا ولا ما عجبكمش بصح انا على بالي بلي يعجبكم سيوا هكذا بطريقتي ان شاء الله يعجبكم فوالا نعاودك السكر ولا كراميل نحينا شويه درنا في كسرونه هكذا رجعنا كراميل دوك واش نديرو نكملو عليه السكر هدايا نديرو القرصة ونديرو الماء بالعقل برك هكدا نخليوه يغلي كي يغلي نحسبولو 10 دقايق ونطفيو عليه ونزيدو هداك مستر فنجان تاع ما زهر ولا ما يخافوش كي يشوفوا هكاك جميل باسكو كي يسخن الماء يعاود يذوب السكر اي يعاود يذوب نسالو هذا هاك هاوليك خليناها 12 ساعه البارح حتى اليوم هاوليك لا
الباذنجان شويه نحلوه شويه هيا وندخلوا له هذاك الفنجان اللي قلنا عليه تاع المزهر تاع كاس تاع لاتاي 80 مليليتر تاع المزهر نغرق شويه ندورو ندورو ماشي نعجنوه واللي عندها البيترين ديروا كامل هذا الفنجان ديروا كامل وتعجنوا في البيترين دير هذاك واسمها لافي ماشي لو كروشي ديال لافي هذيك وتعجنوا 5 دقائق هذا نبداو ندورو 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 حتى تما كاع تما فوالا حتى داك السكر يذوب لي ما تقدرش ديرو في البيترين وما يطولش بزاف اوري كيقولني ها شوف غير بيدي برك درتو واحد شنو قعدو غير دورو برك ما تعجنوهش غير دورو برك شوفو كيقولني ها ها هاديك ستيغ تاعو داك السكر يذوب ها هاديك ما يشدلكوش بزاف الوقت انتولي كاي بلا بيترين انا درتو بلا بيترين دوك راح نغسل يديا ونولي باش نديرو في السنيوة ندير السمن في السنيوة هكدا بيان عمرها دير كامل لي كوتي هكدايا هكدا نمشي لهداك قلب اللوز نديرلو هداك الجوز هداك نقلبو حبيتش نديرو باش نديرو هكدايا هكذا وسكر تخافو الشالة زقموه يجي استيواه كامل هكذا هكذا زقموه كامل كامل مديروش جهه طالعه على جهه لازم كامل كيف كيف السيو باش نديرو كامل كيف كيف شوف يمشي واحد هذاك اللوز ما حيتيش بزاف بودره باش يحسوا به كي كياكلوا مام هو يبان ايه هكداك خير خم غبره ما تشوفيش كامل هكذا كلهم بوشي فيها فيها شويه حاجه بنه خستيان في الداخل ماشي كلش طري هكذا هكذا واش نديرو حنايا حنا دوك هاديك نديرو بالموس نعلموه كامل وما نديروش الجوز ولا اللوز دوكا لا لا نتوما واش ديرو هنا درتو لوز ديرو اللوز بيه بقشورو هكذا كالحيوه وديروه لداخل كيما انايا غير شويه برك ولا كاوكاو ولا سا دي بونت واش عندكم كل واحد واش عنده تقدروا حتى ما ديروا والو كامل ها مام بلا والو يجيبني بلا والو يجيبني ليسونسيال كتخلطيه دوك حنا واش نديرو نقسموه نقسموه هكايا نقسموه شحال كيفاش رانا حابين نقسم على زوج هكذا هنا حتى ندخلو لتحت هكا حبوهم كاري ولا طوال نديروهم طوال طوال كي تاع برا هكدا هكدا دخلو للفور تكونو مسخنين الفور على 180 درجة هذا ما لازمش يطيب في الفور قليل
حتى 200 دغري دخلوه خليوه. دوك انا ما نقدرش نقول لكم الوقت، هو الوقت ديالو كيفاش كيحمر لي بوردير هادو كامل، والحموره لازم حمار يحمر ماشي دوغي، يحمر نحمروا هادو كامل. حنا واش نديرو؟ نشعلو عليه، نطفو من تحت ونشعلو عليه من الفوق. كي نشعلو عليه من الفوق نزيدو نعسوه، نعسوه لازم تاني يدير دوغ شابه، لازم تكون يكون محمر شباب. من بعد خلاص نطفيوه، نحيوه من الفور ديريكت من الفور، العسيله ديالو للشربات نسقيوه نسقيوه. رانا نوريو لكم هذيك طيب ان شاء الله. و بولا خذ الجوز وكاع والجوز كامل، ديروا الجوز واللوز، حمصوا اللوز ديالكم بلا قشره، حمصوه ومن بعد حتى كيطيب قلب اللوز ديالكم باش تحطوه من الفوق باش ما يحمرش. ماما انايا الجوز دوكا ما نديروش حتى كيطيب باش نحطوه له من الفوق هكذايا باش يقعد هكذاك شباب ويبرق هكذا معايا. ومن بعد ان شاء الله هذا وين خرجناه من الفور، هاوليك سخون يغلي، لازم سخون ديريكت نشربوا له. ما زلت تسمعوا هذا الحس، الصوت الجميل. شوفوا يشرب، كي يشرب صافي ذوق البلوز تاعكم نجح. شربوه حتى نشوفوا العسيلة طلع لنا من الفوق، كنعبزو عليه دخل جلنا الشربات من الفوق. نشوفو شوفو مزال شوية هكدا. دوك شربوه وخليوه يريح للكومبل، ما لازمش ينتكل داك النهار. القلب اللوز عمرو ولا ينتكل داك النهار، لازم يبات يبات 12 ساعة، خليوه يبات من بعد كلوه بصحتكم. على بالي هذه لا فيديو تجيكم طويلة، مي بصح على غالب لازم باش تفهموا مليح مليح، وان شاء الله تنجحوا فيها. هاوليك شوفوا بدا ها هاو يضرب. دوك يكمل يشرب هذه ونشوفوا لا خصو نزيدلو سينو خلاص. بصحتكم. هاوليك قلب اللوز تاعنا نقطعناه، هاوليك شوفوا تاعنا جا طريري شهي. هادو لي كيسات باش نحطو فيهم، دوك نحيو لكم وحده وتشوفوا هاك بحب العقل برك خاطش مازال وطري. هيا هاوليك جا فغيمون طري تاع الصح. هدا نطلع هنايا نديرولو حبة جوز من الفوق باش ما تحرم، ما حبيتش نديرها في الكوشة باش ما ينحرقوش هكدا. ودوك نوريكم كيفاش جات التكستير ديالو. شوفوا جا طري يشهي ها هكذا ان شاء الله برك تريسيو فيه. انا ما خبيت عليكم والو، كل حاجه انا قلتها لكم وبصحتكم. باش نقول لكم ثاني كي تحطوا الجوزه ولا اللوزه ولا شمخوها من الفوق شويه بسمو بالسيرو هذاك اللي درتوها قاعده لكم شويه شمخوها هكذا باش تبرك تبدل لا بريونس. هذا معك وبصحتكم.